أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن الحملة الحقوقية الدولية المطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في اليمن. أطلق نشطاء يمنيون ومنظمات حقوقية دولية ومحلية حملة تدعو أطراف الصراع في اليمن للإفراج عن السجناء والمعتقلين لحمايتهم من فيروس كورونا الذي بات جائحة عالمية تهدد حياة الناس في معظم بلدان العالم. وقال منظم الحملة إن المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن لا تتوفر فيها أي مقومات تحفظ الكرامة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان، وتزداد معاناة السجناء مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد في ظل وجود آلاف من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار وباء كورونا في أوساط كافة السجناء. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع الدعوات الأممية والدولية للإفراج عن السجناء والمختطفين بشكل عاجل قبل وقوع كارثة جراء جائحة كورونا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه اليوم في محورين: هل يمكن أن تتحقق هذه المطالبات استجابة لدى أطراف النزاع، وما هي مخاطر استمرار احتجازهم، وكيف يمكن أن يتوقف استخدام قضية المختطفين كورقة في الصراع، وما هي السبل لإنهاء معاناة آلاف المختطفين والمخفيين قسرا. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي. المختطفون والمعتقلون والسجناء أصبحت قضيتهم هماً مؤرقاً لكل اليمنيين عدا أطراف الصراع التي لا ترى فيهم سوى ورقة تفاوضية، خصوصاً ميليشيا الحوثي التي تحتجز الآلاف في ظروف لا إنسانية. ما ضعف خوف الجميع الآن هو الخوف من تفشي وباء كورونا في البلاد ووصوله إلى المعتقلات، وإزاء ذلك فقد أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية لإنقاذ جميع السجناء والمعتقلين في السجون اليمنية تحسباً من جائحة كورونا التي تفتك بكثير من دول العالم. الحملة التي انطلقت عصر أمس وتستمر لمدة يومين طلبت وتطالب بالتحرك العاجل للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن قبل فوات الأوان وفق ما ورد في بيان الحملة. القائمون على الحملة وجهوا أيضاً دعوة لجميع النشطاء ووسائل الإعلام للمشاركة الفاعلة انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية نحو هذا الملف الإنساني. يأمل القائمون على الحملة ومثلهم الآلاف من أهالي المختطفين والمعتقلين أن يحرك هذا النداء ضمائر أطراف الحرب الذين ما زالوا في غفلة حسابات المصالح الضيقة، كما يرجون أن تحقق الحملة هدفها وتخلق رأياً دولياً ضاغطاً، وأن يصبح الإفراج عن المعتقلين على رأس أولويات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من واشنطن الناشط السياسي وعضو حملة انقذوا سجناء اليمن السيد سيف المثنى. مرحبا بك سيد سيف. إذا هذه ليست الدعوة الأولى التي توجه لأطراف الصراع في اليمن بالإفراج الفوري عن المعتقلين للخوف من تفشي وباء كورونا ونتيجة الأوضاع السيئة للسجناء والمعتقلين، ما هو الجديد في دعوتكم؟ ما هي الآليات التي ستتخذونها للضغط على أطراف الصراع في هذه الدعوة للاستجابة؟ مساء الخير أستاذة أمل ومع المشاهدين جميعا. بالنسبة لهذه الخطوة التي اتخذت، هي ليست كما أسلفت ليست الخطوة الأولى ولن تكون الخطوة الأخيرة لإنقاذ المساجين في اليمن وللضغط على المجتمع الدولي، للضغط على المعنيين أيضا بالإفراج عن السجون، لأننا نعيش الآن أو المساجين لأننا نعيش الآن في وضع صعب، في حالة حرب، في حالة وباء. هذا الوباء انتشر في كل بلدان العالم وأيضا البلدان المحيطة والبلدان الخليجية المحيطة باليمن، ونحن لا ننتظر أنه حتى يصل الوباء إلى اليمن ثم بعد ذلك كما يقال البكاء على اللبن المسكوب، لأنه لائحة السجون اليمنية والمواثيق الدولية المعنية وأهمها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء تؤكد
على أنه في الظروف الطبيعية للسجين الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهذا ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في اليمن نتيجة للتكدس وعدم توفر الإمكانيات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم لحماية المجتمعية لهذا الفيروس. أيضا استنادا إلى قرار مجلس الأمن 22/16 الذي نص على الإفراج عن السياسيين، الإفراج عن الوزراء، وأيضا الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وأشخاص تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا. نعم، إذن سيد سيف ابقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا بالحديث من عدن أمة السلام الحاج وهي رئيسة رابطة أمهات المختطفين. مرحبا بك سيدة أمة السلام، كنت معي في ذات الحلقة الأخيرة عن ذات الموضوع، تحدثنا عن دعوة الأمين العام وعن العرض الذي قدمه الحوثيين للسعودية بما يخص المختطفين الحوثيين لدى السعودية مقابل الإفراج عن مختطفين من حركة حماس. تكلمت عن الوضع الصعب الذي يعيشه المعتقلين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة في هذه السجون، ما الجديد من يوم الجمعة الفائتة؟ هل هنالك أي استجابة من قبل الأطراف التي وجهت لهم النداءات المتكررة ومن الجميع بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو على الأقل أصحاب الأمراض المزمنة؟ أشكركم كثيرا على تناولكم أيضا واستمراركم في تناول هذه المواضيع الإنسانية. لا شك أنه الآن الحملة التي قام بها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني هذه لها دور كبير جدا جدا في مسألة الضغط على جماعة الحوثي أيضا وعلى الأطراف المختلفة في الشرعية والانتقالي وغيرهم، بحيث أنه يتم هناك الإفراج عن المختطفين أيضا والمحتجزين لديهم نظرا للسجون، وكما ذكر ضيفك الكريم. الجديد أن هناك يعني مبادرة جيدة وتصرف جيد. النائب العام في الشرعية الأعوشي يعمل تعميم للنيابات العامة بأن تتابع المسجونين وأن تفرج عن من مشى له نص المدة، هذه بادرة طيبة. كثير من النيابات الموجودة في تعز وحضرموت وشبوة وغيرها بدأت تتابع السجون الموجودة وتخرج عن المساجين، هذه بادرة طيبة وجيدة من قبل الشرعية، وإن شاء الله بإذن الله نأمل كثير من هذه الحملة أن يتم الضغط بشكل كبير جدا، لأنها حملة مجتمعية من مختلف الأطياف وجميع الناشطين اليمنيين الغيورين على المختطفين وعلى اليمنيين داخل البلاد هذه، فهذه نأمل فيهم كثير. أيضا البيان الذي أصدره فريق الخبراء من الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان يدعو الحوثيين إلى الإفراج عن المختطفين، هذه أيضا بادرة طيبة وجيدة. نشد من الآن أو ندعو من الآن مكتب المبعوث الأممي والمبعوث الأممي أن يضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن المختطفين في عند الحوثيين، وأيضا يضغط على الموجودين في الانتقالي بحيث أيضا الذي وقعوا على اتفاق الرياض أن يخرجوا أو يفرجوا عن المعتقلين تعسفا والمخفيين أيضا. هذا الضغط إن شاء الله سيؤتي ثمره، لأنه قد حصلت عندما ضغطوا على البهائيين ضغطت الأمم المتحدة على الحوثيين تم الإفراج عن البهائيين، إذن في نتيجة لهذا الضغط، فنرجو الجميع أن يكونوا يد واحدة في الضغط على هؤلاء ونأمل فيهم خير، ونحن كرابطة مؤملات كثير على هذه الحملة التي يقوم بها
هؤلاء الناشطين والحقوقيين والمنظمات. نعم سأعود إليك سيدة متى السلام، دعيني أن أشرك معنا بالحديث وأرحب معنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات سيد توفيق الحميدي ومنظمة سام للحقوق هي إحدى المنظمات المشاركة في الحملة والموقعة على العريضة المقدمة لأطراف الصراع. مرحبا بك سيد توفيق، أبدأ معك من حيث انتهت السيدة أمت السلام الذي ضربت بمثال مهم، قالت نجحت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين في ملف البهائيين واستجاب الحوثيين. إذن الأمم المتحدة تمتلك وسائل ضغط على أطراف الصراع في اليمن وقد تستجيب هذه الأطراف في حين صدقت النية، لماذا إذن هذه الانتقائية في التعامل؟ لماذا لا تستخدم الأمم المتحدة ذات الوسائل للضغط على الحوثيين في ملف المعتقلين والأسرى ونقل هذا الملف من المحور السياسي إلى المحور الإنساني؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة ولجميع مشاهدي قناتكم. في حقيقة الأمر اليوم اليمنيون أمام لحظة تاريخية فاصلة. هذه الحملة اليوم تأتي أو في سياق إنساني لكي تدفع بهذا الملف إلى الحلحلة، خاصة وأن هذا الملف اصطدم كثيرا بكثير من العوائق السياسية بين الأطراف، كل يريد أن يحقق أكبر كسب سياسي من خلال آلام ومعاناة المعتقلين. الأمم المتحدة بلا شك إنها لديها وسائل ضغط، ولكنها للأسف الشديد تحاول أن تمسك العصا من الوسط وتحاول أن تكون طرف محايد، يعني كما تبرر، بحيث تستطيع أنها تتحرك لدى جميع الاتجاهات. لكن ما أريد أن أؤكد عليه لأنه نحن في ملف في هذا الملف محتاجين إلى خطوتين في مهمتين. الخطوة الأولى هو أن نستغل أو نقتنص التفاعل الإيجابي من قبل الحكومة الشرعية، خاصة وأن هنالك اليوم توجيه أو أمس من النائب العام إلى رؤساء النيابات بحيث يتحركون بإطلاق أكبر عدد ممكن من المعتقلين خشية وباء كورونا. وهنا أتمنى أنه يتم التواصل مع السلطات المحلية سواء عن طريق هذه الحملة اليوم أو عن طريق المنظمات أو عن طريق فرق ميدانية، بحيث نستطيع من خلال هذا الأمر أن يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن. هذه الخطوة ستضع الحوثيين في زاوية ضيقة وأيضا ستعطي قوة للأطراف الدولية بما فيها مكتب المبعوث بما فيها مكتب الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة الحوثي بصورة أكبر، بحيث يقتدون بالخطوات الفاعلة التي قدمتها الحكومة الشرعية. اليوم ما يقارب من 420 معتقل تم الإفراج عنهم محافظة المهرة وتعز شبوة ومارب، ونحن نؤمل أن يصل العدد إلى ما هو أكبر من ذلك. وهذا الأمر سيضع الحوثيين أمام يعني أمام حقائق لا يمكن أن يتهرب منها. النقطة الثانية، نحن أيضا محتاجين إلى تشبيك أكبر على المستوى الخارجي، لأن ملف البهائيين لم يتحرك فقط من الأمم المتحدة. رأينا الخارجية الألمانية، الخارجية البريطانية، الخارجية الكندية، الخارجية الأسترالية، كان لديهم شبكة تواصل قوية جدا على مستوى الخارج. ونحن اليوم في مثل هذا الظرف وكثير من الحكومات تدرك خطورة كورونا، رأينا الحكومة الفرنسية تفرق، رأينا الحكومة البريطانية، رأينا الأمريكان بدأوا يراجعوا ملف المعتقلين إلى غير ذلك. لديهم وهي دول تمتلك من الإمكانيات الكبيرة جدا لوقاية السجناء من أي أمراض ومن أي أمراض يمكن أن تصيبهم. هؤلاء يجب أن نتواصل معهم، يجب أن ننتزع منهم مواقف، لأن الحوثيين في النهاية سيجدون أنفسهم أنهم لابد أن يقاروا المجتمع الدولي ولابد أن يقدموا للمجتمع الدولي وجه جميل سيكون من خلال الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين. نحن بحاجة إلى التحرك بصورة أكبر من التحرك الإعلامي، نحن بحاجة إلى تشبيك داخلي وتشبيك خارجي كما قلت لك. نعم، إذن سأعود إليك سيد توفيق، دعني أعود إلى السيد سيف المثنى وهو عضو في حملة إنقذ السجناء اليمن. سيد سيف،
ما هي أبرز العراقيل التي بوجه من رأيك تقف أمام هذا الملف، وكيف يمكن للجهات العاملة على هذا الملف تحييده من القضية السياسية وتحويله إلى الجانب الإنساني، وكما قال السيد توفيق كيف يمكن تركيز على هذا، تركيز الجهات الفاعلة والضاغطة على هذا القضية؟ نعم، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ توفيق، أنه حاليا هو لن نكتفي بالقضية الإعلامية أو بالحملة هذه التي تشن على الفيسبوك أو على تويتر، وإنما سننطلق الآن إلى الجهة الأخرى وهي الضغط إلى الأماكن المعنية كالمجتمع الدولي، حقوق الإنسان، أعضاء الكونغرس، لأنه كما أسلف أيضا كما أسلفت الأستاذة أمتي السلام عن قضية البهائيين، الأمم المتحدة هي تنظر عادة وتتعاطف دائما مع ما يسمى بالفئات أو بالأقليات، فهم انحنوا من هذا المنحنى، نحن سننحني من منحنى إنساني، لأنه ما يعانيه السجناء في اليمن حقيقة يعني في وضع إنساني مزري، خاصة أنه الحوثيون أيضا لا يلتزمون بالمعايير الصحية وبالسجون التي يتكدس فيها السجناء، لأنه لو نعود إلى الوراء نجد أنه أصيب بعض المختطفين في سجون جماعة الحوثي بفيروس الكبد ولم يتلقوا العلاج الخاص بهذا المرض، إضافة إلى آلام في المفاصل والقولون وأمراض جلدية معدية مثل الجرب الذي اجتاح كافة السجون التي تديرها الجماعة، وهي لم تقم أو إدارة السجون لم يقوم بما يلزم في مواجهة وباء الكوليرا والسل الرئوي داخل المعتقلات. فنحن الآن هذه القضايا الإنسانية وهذه الحالات المرضية وهذه الحالة المزرية الصحية التي اليمن لا تمتلك أدنى مقومات السلامة ولا أدنى مقومات الصحة، حتى أن الأمم المتحدة أيضا تحدثت أن اليمن يفتقر إلى مياه الشرب النظيفة، ما يعني ذلك أن الحل الوحيد ليواجه خطر هذا الفيروس وخطر هذا الوباء هو الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في سجون الحوثي والمبادرة التي قامت بها الشرعية، هذا يؤكد على أن الحوثي سيكون في زاوية أخرى لابد أن يحصر في هذه الزاوية من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط عليهم، وسنعمل جاهدين في هذا الملف حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين الذين في الأصل لا يشكلون أي خطر على المجتمع اليمني ولا يشكلون أي ضرر إذا خرجوا من هذه السجون. هذه أبرز الأشياء التي ستنطلق في هذه الحملة وتكثيفها في الجانب الحقوقي وفي الجانب الأممي والدولي أيضا الذي نسعى خلفه ونشد على من يقوم بهذه العمل كمنظمة سام أيضا ورابطة أمهات المختطفين وكل المنظمات الساعية في هذا الملف. ونتمنى لكم كل التوفيق سيف مسنة، النشاط السياسي وعضو حملة انقذوا سجناء اليمن، شكرا جزيلا لك. عودة إليك سيدة أمات السلام، كونكم الأكثر اهتمام والأكثر قرب من هذا الملف، حدثينا عن وضع السجناء والمعتقلين وخاصة الوضع الصحي خلال هذه الفترة الحرجة من الوضع الصحي الذي يمر به العالم أجمع. لا شك أنه الآن هي فرصة للحوثيين، نقول للحوثيين الآن هذه فرصتكم لإخراج الناس وتحسين صورتكم حتى نقول أمام العالم، حتى يبدو حسن النية للآخرين أنهم يريدوا خير بالعالم. اليوم السجون تكتظ، جماعة الحوثي مكتظة ومقفلين عليهم حتى الأهالي يضجوا، لا نعرف كيف ظروف الآن، لا شيء من الأمراض. إحنا نريد من يخرجوا هذا، لا يغلقش عليهم، لا لأنه مريضين أصلا أمراض داخل، ولا حصل لهم شيء وحط في بلادنا هذا الوباء والناس الضحية هؤلاء. أيضا نحن الأمهات كلهم أيدينا على قلوبهم، خائفات على أبناء بشكل غير الإنسان، لأنه الآن مقطوعين أنهم الأهل داخل إيش عليهم، ما إيش فيهم، ما كيف حالتهم. أحبنا اللي خرجوا الآن من السجن من حجة يرسل لنا صور وهو يعني حالة
مزرية من الحساسية التي في جسمه، يعني من الوضع اللي داخل السجون السيء، من عدم النظافة وعدم التشميس وغيرها، الوضع سيء جدا. أشد على الجميع أن يضغطوا على هذه الجماعة أن تجعل الناس حرام. هذه 6 سنوات ونحن نصيح، 6 سنوات والأمهات باب السجون، 6 سنوات وهذه الوباء سيقتل أبناءنا. اتقوا الله في أبنائنا. إذا شكرا جزيلا لك يا أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين. عودة أخيرة إليك سيد توفيق، ما هي الخيارات المتاحة الآن في هذا الملف ومن المعني بالتنفيذ والمتابعة؟ اليوم الخيارات في هذا الملف محدودة، ربما اليوم الخيار الوحيد والأمثل هو إطلاق المعتقلين خشية أن تتحول السجون إلى بؤرة من بؤر كورونا لا قدر الله. اليوم على الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، لأنها هي المعنية، هي بالنهاية مسؤولة عن الجميع حتى بما فيهم المعتقلين الحوثيين في سجون الحكومة الشرعية، لأنها في النهاية هي الحكومة، هي بموجب الدستور، ونعتبر أن من وقع في سجونها ارتكبوا خطأ في حق الحكومة. لكن اليوم يجب أن تبادر هذه الحكومة إلى التقاط هذه الحملة وتوجيه رسائل فورية وعاجلة إلى الجهات المعنية على رأسها مجلس الأمن ومكتب المبعوث والدول المعنية، ثم تقوم بإطلاق مجموعة من المعتقلين كبادرة حسنية، بحيث نريد أن تضع جماعة الحوثي وبقية الأطراف في زاوية ضيقة تكون هي المبادرة، لأنه إذا بقت جميع الأطراف كلهم في موقعها أنا أعتقد سيكون هنالك تعقيد كبير لهذا الملف. ولذلك اليوم الذي سيخطو خطوة إلى الأمام لأي طرف كان حتى ولو كانت الحوثي، أعتقد بيسجل موقف ليس فقط على المستوى الإنساني بل حتى على المستوى السياسي، من أراد أن يكسب في السياسة، لكن المهم أن يخطو خطوة إلى الأمام. ولذلك نحن نؤمل أن نوجه نداء إلى الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، لأنها في النهاية هي الواجهة الشرعية والمعترف بها أمام العالم، وبالتالي أي تحرك من قبلها أنا باعتقادي أنه سيواجه بردود فعل إيجابية، وربما سيحرك كل المحافل الدولية للترحيب بالمبادرة الحكومية، وسيضع الجميع في زاوية ضيقة الأطراف الأخرى سواء كانت الانتقالي في الجنوب أو كان الحوثي في الشمال للتحرك في إزاء تحريك هذا الملف الإنساني وفي هذا الضغط. نعم، إذا رئيس منظمة سمن الحقوق والحريات شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من فيينا توفيق الحميدي، وكان معي من عدن أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، وكان معي أيضا من واشنطن الناشط السياسي وعضو حملة إنقذوا سجناء اليمن سيف المثنى. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وهذا الشكر هو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.